السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أنا ميرا من قناة ميرا كرافتس للأعمال اليدوية والخياطة. وفي البداية، إذا كنتوا أول مرة تشوفون القناة، أتمنى تضيفون القناة وتفعلون جرس التنبيه حتى يصلكم كل فيديو جديد. وأتمنى تسعدوني بلايك وتعلقون على الفيديو إذا حبيتوا، لأن رأيكم يهمني. اللي يحب الشوكولاتة راح يحب مرطب الشفايف هذا، لأنه غني براحة الشوكولاتة، والأفضل استخدام مكونات طبيعية عالية الجودة لنتيجة أفضل. وهذه الوصفة آمنة لجميع أفراد الأسرة، حتى الفتيات الصغيرات. كذلك يعتبر نشاط يجمع الأم مع بناتها في عمل هذا المرطب. وممكن استبدال الزيت العطري بزيوت تفضلونها أنتم، مثلا زيت النعناع أو زيت اللافندر أو زيت البندق العطري. لكن عند استخدام زيت البرتقال أو الليمون العطري، الأفضل عدم التعرض للشمس، لأن هذه الزيوت حساسة بالنسبة لأشعة الشمس. ومدة صلاحية هذا المرطب من شهرين إلى 3 شهور، وذلك لعدم احتوائه على مواد حافظة، على أن يحفظ في مكان بارد وجاف. توضع جميع الزيوت وشمع النحل والشوكولاتة على حمام مائي حتى تذوب، ثم بعد ذلك يضاف لها الزيت العطري وفيتامين إي. ومكونات المرطب تظهر لكم على الشاشة. أنا عملت نصف المقدار. ومن فوائد زيت الزيتون للبشرة، يرطبها لغنى بفيتامين إي ومضادات الأكسدة، ويحسن صحة الجلد والوقاية من سرطان الجلد وإزالة المكياج، فهو الأفضل في إزالة المكياج بشكل طبيعي، ومكافحة علامات الشيخوخة والتخلص من الرؤوس السوداء والبثور، وتجديد خلايا الجلد، وتغذية البشرة وتطهيرها وتنظيفها وتقشير الجلد. أما فوائد زيت جوز الهند، يقلل ظهور البقع الداكنة على الوجه، ويزيل الخلايا الميتة عنه، ويحد من ظهور الأوساخ المتراكمة على الوجه، ويقلل ظهور حب الشباب، ويحد من الخطوط البيضاء الدقيقة على الوجه، ويرطب الوجه ويجعله أكثر نعومة، ويقلل نسبة الزيوت في الوجه، ويخفف جفافه. أما فوائد شمع النحل، المحافظة على بشرة الجلد، ومرطب طبيعي للبشرة، ومكون طبيعي وآمن للاستخدام على الجلد، وتقليل احمرار وحكة الجلد، ومضاد قوي للجراثيم، ومسكن للآلام، ومضاد للالتهابات. أما فوائد فيتامين إي، يحمي البشرة الدهنية ويسرع من شفاء الجلد، ويعمل كمضاد طبيعي للأكسدة، ويهدئ من تهيج البشرة، ويحمي البشرة من أشعة الشمس، ويحافظ على رطوبتها. وفوائد زيت شجرة الشاي للجلد، علاج جفاف الجلد والإكزيما، وعلاج البشرة الدهنية، وتخفيف حكة الجلد، وعلاج حب الشباب والتئام الجروح. ممكن استخدام علب الروج المنتهية أو علب صغيرة لوضع هذا المرطب. أنا استخدمت أنابيب، طلبتها من موقع علي إكسبرس، وموجودة في موقع أمازون كذلك. بعد صب المرطب في الأنابيب، يدخل الثلاجة حتى يجمد، ومدة حفظه من 2 إلى 3 شهور، ويكون في مكان بارد. ممكن إهداء هذا المرطب للأهل أو الأصدقاء، أو عمله كمشروع من المنزل، خاصة أن أغلب الناس صاروا يتجهون إلى المواد الطبيعية الأورغانيك، ويتركون المواد المصنعة، لأن مرطبات الشفاء التي نشتريها من المحلات تحتوي على مواد كيميائية، ومن هذه المواد الكيميائية الموجودة بشكل شائع هو مادة البارابين والعطور الاصطناعية والكحول. ويدخل مرطب الشفاء إلى أفواهنا بشكل طبيعي عن طريق لحس الشفايف، لذلك من المهم معرفة مكونات المرطبات، أو إننا نصنعها بأنفسنا.
غلفت أنابيب المرطب بأوراق ملونة موجودة بأغلب المحلات والمكتبات. تقدرين تكتبين اسم المرطب بالكمبيوتر ثم تطبعينه وتلصقينه عليه. وإذا كان المرطب للإهداء أو البيع، الأفضل كتابة اسمه ومكوناته وتاريخ صلاحيته. شاكرة لكم حبايبي على المشاهدة، وأتمنى ما تنسون اللايك وإضافة القناة.